ها شو سبب ها شو سيرتو الاكسبرسيون شغفه بالصورة وكل ما يتعلق بها من آلة التصوير تجاوز 40 سنة. نور الدين عيجي أقدم مصور فوتوغرافي ببرج بوعريج يعرفه العام والخاص، كيف لا وأجيال تعاقبت على محله لأخذ صور خاصة خلال أيام العيد. الحرفة هذه بديتها في سنة 80، جي باسي مون باك 70 جو مرابيل. Alors démarré la photo en 80, donne des petits stages à l'étranger, la Belgique, l'Allemagne, France. Ou quand mes connais j'étais faire la photo qu'on a même à jour تقريبا. تقريبا jour. Je on a démarré avec le noir et blanc. Noir et blanc, c'était le film 135. L'appareil photo 24-36. يتصور اليوم بدي امرضوا mais qui m'a ذكر هي instantané. هذا اللي بعد مشينا لا كولور في en 85 درنا لابو une heure. كنا من الاوائل في البرج اللي داروا لابوراتوار فوتو كولور لي فوتو كانوا يديفلوبو في ستيف وفي قسنطينة. تقريبا حبسنا احنا هذا المسار، هذا بدينا احنا في سيتي ان انفستيسمون على ايبوك. التصوير بالنسبه لنور الدين هو ليس مجرد مهنه بل موهبه تتطلب من صاحبها مواكبه كل التطورات التكنولوجيه الحاصله في المجال، كما تتطلب ايضا استثمارات ودرايه اكثر بما يحتاجه الزبون. Faut lire le client, les émotions, tu vois, qui dit ça ou quoi. Il y a des choses que le photographe peut bien. Alors, on a parlé que j'ai dit ça ou est-ce que je parle de face ou de profil, ou la prise de vue de haut, de bas. On joue avec l'éclairage à parapluie, donc qui veut dire l'éclairage un demi, l'éclairage trois quarts. Tu as dit que le côté artistique. أخذ صورة عائلية في العيد عند أقدم مصور هو بالنسبة للبعض شيء لا يمكن التنازل عنه ويتم توارثه جيلا بعد جيل. صغير خلاص نجي نصور لهنا، كان يجيبني بابا يصورني، انا اولادي نجيبهم لهنا نصورهم لهنا، لازم في العيد نجي ونصوروا لهنايا. مالغري كاين تليفون، مالغري كاين امور، كاين اسمو، مي التصويره تاع لا فوتو لازم. رغم التطور التكنولوجي الحاصل في المجال إلا أن العديد من العائلات لا تزال تحافظ على تقليد أخذ صورة العيد من المصور الفوتوغرافي كتعبير عن الفرحة وتخليد للذكرى في هذا اليوم السعيد.